بسم الله الرحمن الرحيم. جولة المكتب الإعلامي في مدينة البير. الله يعطيك العافية. ايش تخبرنا على الرسمات؟ ايش بتقصد فيها؟ والله بنظر هاي اللوحة، لوحة كبيرة، كل جزء بعبر عن احداث الثورة، بانوراما الثورة السورية. مثلا عندك اول جزء كان فيه مثلا رسم انه طفل عم يرسم على حياة، عم يكتب على حياة الاطفال درعا. اول ما كتبوا على الحيطان زلمة عم لتما بينشغل مناشير بداية الثورة طبعا. بعدها تتتالى أحداث، بصير اعتقالات، بصير تعذيب للمعتقلين، بيطلعوا العالم ظاهرة كبيرة مالك شايف. اللوحة الثانية مواجهة للأمن والقوات حفظ النظام والجيش، قصاص الحي والغاز بصير يتمون، بروح شهداء وضحايا كتير. اللوحة الرابعة تعبر عن شهداء الثورة. بعد ما يروح ضحايا وشهداء كثير، تطلع الجيش الحرب واجه الجيش النظامي، تشكل جيش الحرب كمان الإسلامية، بتواجه الدبابات والمدفعية والطائرات حتى الصواريخ. وبالمقابل النظام استخدم أسلحة ثقيلة من دبابات ومدفعية وصواريخ وطائرات الميك، تخرب المباني. وأبرز اللي خربته كانت المدارس، يعني تعبير عن مدرسة وجامع وبيوت المدنيين يعني، وليس يعني الجيش الحرب. وبالنهاية بإذن الله يعني سوريا هي آخر لوحة بشتغل فيها. حلب ودمشق وحماة وساعة حمص يعني دير ودرع، سوريا كلها إن شاء الله بإذن الله تكون متحررة. مصرين إن شاء الله. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. مدينة الباب الحرة.